الشركتين التانيين اللي هو شركه استاد الاهلي اللي هو المدينه الرياضيه، شيء مهم يبقى عندك كيان، عشان ده طموح جمهور الاهلي من زمان. ده يعني جمهور الاهلي بيحلم يبقى عنده ملعبه واستاده، ودعوات كانت بتنشر. يمكن الخطوه الاولانيه كان بدايه يعني كان استاد السلام، لكن طبعا امير النادي طبعا عايزين ارضنا وعايزين استادنا طبعا خطوه استاد السلام خطوه مهمه جدا، وانك انت تحط لجنه بقالك ملعب، واعتقد رغم كل ما يقال وبتاع، لكن عارف انت ايه، انت الانسان الناجح دايما لو انت اصلا مالكش ناس تنتقدك وبتاع، تبقى انت ما عملتش حاجه. يعني ايه، لازم يبقى في ناس باصه لك وشايف ان هي مش عارفه تعمل اللي انت بتعمله مثلا، فنحاول ناثر عليك، نحبطك، نعمل لك مشاكل، نصدر لك اي حاجه. فاكيد خطوه مهمه جدا خطوه استاد السلام والشغل اللي معمول فيه، واعتقد يمكن الصوره تبقى اوضح مع بدايه الموسم الجديد رغم ان الوقت ضيق عشان عوده بعد كورونا والكلام ده. فاعتقد كمان انه وجود اداره هتبقى منفصله في المساله دي، تابع لمجلس الاداره، فاعتقد ان شاء الله برضه هتقدم ورقه عمل، وهيبقى فيها تحديد الاولويات والشغل، هيبقى كل الكلام ده يدور في اطار احترافي. ايضا السياحه والاعضاء والفرقه الرياضيه والكلام ده كله، ده يعني ايه خطوات يبدو للبعض انه يعني صعب تنفيذها، لكن كون يبقى في قرار فيها وتكليف اعضاء مجالس اداره وكلهم كمجموعات لبدء العمل فعلا اتقسمت، كمان اتقسمت كل مجلس الاداره تقريبا كل واحد ليه دور في شكل معين وليه تصور ومجموعات، وكل دوت بيتعمل لجان وبيتعمل اجتماعات مع الاعضاء، مع اعضاء اللجنه اللي كونت من خلال اعضاء مجلس الاداره. كل دوت شيء ايجابي وطموح. خلينا نتكلم دايما، بنتكلم على الطموح، ولازم يكون البطل عنده دايما الطموح، وانت ما تقفش عند مكان واحد. لكن انا دايما بتكلم كمان خطوه مهمه، موضوع الاف سي، انك يكون عندك شركه النادي الاهلي لكره القدم. ده اولا، يعني لو كنا بنتكلم على الانديه المحترفه، النادي الاهلي يمكن الملف ده مقفول بالنسبه له، احنا موجود، لكن ان يكون عندك شركه اف سي اللي شركه الاهلي لكره القدم، هي دي الشيء اللي يمكن بيمس شويه جماهير كره القدم اللي بتحب النادي. لان هتكون شركه مساهمه مصريه، واعتقد هيكون مطروحه في البورصه، وده هيدي حق كمان لجماهير النادي الاهلي ان يكون بيشارك كمان بشيء من امواله. طبعًا وده طبعًا. ده شيء مهم جدا، مشروع يا كابتن، مشروع كبير وعملاق، مشروع كبير طبعا. يعني ما انت كل لما تبص على اوروبا، يعني هتلاقي في ناس طبعًا كتير عندها اسهم، يقول لك انا عندي اسهم في كذا، عندي طبعًا اسهم في كذا طبعًا، عندي اسهم في نادي كذا، وتبقى كيانات كبيره جدا. لكن طبعا الوضع بالنسبه للاهلي والكلام ده بقى بحسابات مختلفه، مش زي ما يعني حد يعتقد انه ممكن حد يستولي على لا طبعا على فريق كوره، وعلى قانون في قانون في امور هتبقى اعتقد. لكن الخطوه نفسيه في حد ذاتها، انه يبقى عندك تعتمد على مواردك ذاتيا وتنفق على نفسك، وده شيء، وناس كمان يبقى في مكسب، وفي اعتقد الموضوع ده هيبقى فيه دراسه جامده جدا، وفي شغل اكيد وخبرات كمان من بره، والناس عندها استعداد، وفي شغل هيبقى اعتقد خطوه مهمه جدا انه الاهلي يروح في حته تانية كمان، بيديك المساحه لتطوير قطاعات الناشئين، الاكاديميات، الشغل، البحث عن المواهب، عن النجوم، كل ده محتاج ضخ اموال، ومحتاج ناس، ومحتاج كفاءات، ومحتاج البحث والترويج للكلام ده. فاعتقد الامور هتبقى افضل واسهل كمان لمجلس اداره النادي، لما لانه خلاص الجزء ده هيبقى متكلف بيه مجلس اداره للشركه وبتاع، وقانونها وتنظيمها وشكلها. فاعتقد ان شاء الله يعني خطوه ناجحه. انت عارف ايه اللي عجبني جدا في الموضوع دوت، وحاسس انه بيأثر شويه على الجماهير، والجماهير النادي الاهلي بتسمعني، ان النادي الاهلي بعض الجماهير اللي هيكون عنده اسهم هيحس انه بيبني جوه حاجه جوه النادي. وانت صدقني لو قلت هتنزل بكره اسهم للنادي الاهلي في السوق المصري، هتلاقي ملايين الناس عايزه تحط اسهم وعايزه تشتري اسهم في النادي الاهلي، عشان عايزه تبني النادي الاهلي، يكون هي اللي بتبني النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي هي اللي هتبني ان شاء الله استاد النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي هي اللي هتعمل نجيله جديده للنادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي هي اللي هتعمل عيادات طبيه على اعلى مستوى، جماهير النادي الاهلي، لان هي دي جماهير النادي الاهلي هي اللي عامله الكيان، ومحدش بيعمل قيمه لاي حد غير كيان النادي الاهلي. الارتباط باسم النادي الاهلي هو اللي بيعمل الاشخاص، وهم اللي بيديهم الشهره، هو اللي بيديهم السمعه. انت هو لو صانع، هو صانع النجوم، كمان انت يعني في هو ناس صانع النجوم، يعني صانع النجوم وصانع الاشخاص. في اشخاص صدقني بتبقى يعني عندها انها بتقرب من النادي الاهلي عشان الناس تعرفها. بص، في يعني مجموعه قرارات
اعتقد يعني ايه طبعا يعني هتبقى محتاجه سنوات عشان يتم تنفيذها مش في يوم وليله، لكن يعني برضو تفكير كويس وخطوات مهمه جدا. ها يعني هتخليك تروح في حته يعني على مستوى التسويق مستوى يعني هتروح طبعاً في حته مستوى تاني، شغل على يرضي الاهلي ويرضي جماهيره. فاعتقد انه لا في جهد مبذول، ويعني اتمنى التوفيق للكلام ده، انه هو الاسراع في انشاء شركه كره القدم هيبقى خطوه مهمه جدا، ويبقى لها مردود كبير جدا كمان وسط جماهير النادي.